يلا يا ابني، يلا حبيبي عشان تاخد الدواء. حاضر يا ماما، هاخده بعد شويه. بعد شويه ايه؟ خده قدامي دلوقتي يا ماما. حاضر، هاخده بعد شويه. ليه يعني؟ بتعمل ايه؟ بتذاكر؟ لا. امال بتعمل ايه؟ بكتب اللي حصل معايا على الفيسبوك. يحرق الفيسبوك واللي عمل الفيسبوك يا ابني. هتودينا لفين يا ابني كده؟ هتودينا في داهيه يا ماما. ما لازم الناس تعرف اللي حصل. الناس عارفه، كلنا عارفين. عارفين وساكتين. هذا اللي ودي حكمته. يعني هنعمل ايه؟ وبعدين يعني انت اللي هتقدم ولا هتاخر؟ انت بس هتجيب لنا المشاكل. يعني طلعت في الاخر انا اللي غلطان؟ ايوه انت غلطان، ولازم تهدى شويه. حد يكلم رئيس المباحث كده راس براس؟ عشان كده بياخدوك. اه راس براس يا ابني. ما ينفعش، ربنا ما خلقناش زي بعض، ده نصيب يا ابني. لا يا ماما، ربنا خلقنا زي بعض وده مش نصيب، ده ضعف. ابويا الله يرحمه علمني ان انا ما بقاش ضعيف. طب ورحمه ابوك وغلاوه امك؟ النبي انا مش ناقصه يا ابني، انا ماليش غيرك، انا واحده نيه في الدنيا، مش قادر استعمل تاني. يا ماما بس من النبي ما تعيطيش. طيب خلاص بقى والنبي، انت عارفه ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. وبعدين بقى قولي لي، انت لسه بترمي زباله قدام بيت ام مجدي؟ اه تعترف كده؟ ما هي بترمي زباله قدام بيتي. خلاص يا ماما، طيب انا هروح الم الزباله وهرميها قدام بيت ام مجدي. لا، او انت عايزاني اروح ارمي كل حاجه قدام بيت ام مجدي؟ اه لا مش هعمل كده. دي ولا بصقات. ايه بقول لك ايه يا اخويا؟ قولي يا نور عين اخوكي، يا روح قلب اخوكي. اصل اشرف كان عايزنا ننزل بعد بكره نقي النجف والسجاد، يعني بيقول لي في معرض وعاملين تخفيضات. وماله يا حبيبتي، انزلي نقي اللي انت عايزاه ولا يهمك يا روحي. وكمان كنا عايزين نروح عند النجار، يعني علشان ننقي من الكتالوج ونديله عربون وكده. بس كده ولا يهمك يا نور، انزلي يا حبيبتي اختاري كل اللي انت عايزاه وانا هجيبه لك من تحت الارض لو عايزه. ربنا يخليك ليا يا اخويا يا رب. سلام يا بنت نوره، ده انت هتبقي احلى عروسه في الدنيا دي كلها. شكله وجهي هيتحبس من الفرح. تقولي حاجه يا ابراهيم؟ لا يا ماما، بقول ده انا مستني الفرح بفروغ الصبر. بس كده يا نار نور. تقعد يا مقطف، انت مش عارف ان العمرانيه ديت ليها رجالتها اللي مسيطرين عليها؟ وانا اعمل ايه بس يا محمود؟ الله، انا قلت اروح اشوف اكل عيش بعيد عن المعلم شحاته ورجالته. وديك شفت اللي اسخن من المعلم شحاته ورجالته، اتصرف ازاي دلوقتي؟ اتصرف ايه يا محمود؟ ما انا جاي لك ليه؟ لا يا حبيبي، انت لما سبت المنطقه ورحت منطقه تانية ما خدتش شرطي، اتصرفت من دماغك، جاي لي دلوقتي اساعدك؟ ما تقطمنيش بقى يا محمود. الله، غلطه مش تتكرر تاني. بس انت عارف ان البضاعه دي فيها شقه عمري كله، ده انا حتى مبيع وليا سميتها. بص يا عد، انت عارف ان المشكله بتاعتك لو كانت مع حد من التجار اللي هناك كنا لقينا لها حل. قول لي ازاي؟ ازاي؟ كنا شفنا حد كبير من المنطقه يقدر ياثر عليهم، ليه كلمه يعني. انما المشكله ان هم بلغوا عنك والحكومه جت خدت العربيه والبضاعه، ملهاش حل دي. يعني انت هتغلب عم حوده؟ امال مسمينك حوده سيطره ليه؟ ايوه يا سيدي، حوده سيطره، عم الجدعانه في كل حاجه ما عدا حاجه واحده، الحكومه. بس برضه ما تقلقش، ليها حل. بقول لك ايه؟ وانت ما تعرفش اي حد في الاسم كده يعني نعرقه يحل لك المشكله والحوار ده؟ يا ريت. رحت هناك لاسمه طاست، لقيت الواد بتاع البوفيه قال لي ان الظابط اللي ماسك الموضوع ده رخم قوي، ملوش في السكه دي. رخم قوي، اسمه ايه؟ الواد بتاع البوفيه؟ لا 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 لا، بقول لك ايه يا مسعد، انا اللي هبلغ عنك، الظابط اسمه ايه؟ الظابط. الواد كان داري اسمه في ورقه. ايه؟ اسمه سليم الانصاري. يا سليم الانصاري، ايه تعرفه؟ قول لا اله الا الله يا لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انت امك ده عيالك يا واد، من بكره الصبح هناخد بعضنا وتطلع الاسم، وباذنك يا رب الموضوع ده كله مقضي. نبع حوده؟ عيب عليك يا واد، حوده سيطره، عم الجدعانه لما يقول حاجه ضبه ومفتاح خلصت. لا مش القصد يا عمنا والله، الفكره بس ان المعلومات اللي عرفتها عن الضابط ده ما تطمنش، عرفت انه رزل كده وقامت في نفسه وحمي. لا 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 لا، ما تصدقش الكلام دوت، سليم الانصاري ده رجوله وحبيبي ومعرفه قديمه، باذنك يا رب لما نروح له بكره هيعمل لي خاطر وهتبقى مقضيه. حبيبك؟ حبيبك ازاي يا عمنا؟ انت من امتى يعني بتصاحب ظباط؟ من 5 سنين كده،
كنت بطلت الشمال ومشيت في سكة الحلال، بس الحكومة كان لها رأي تاني. كبست عليا في البيت الفجر، قعدت أقول لهم يا جدعان أنا مظلوم أنا بريء، ما حد صدقني خالص. كان ساعتها سليم الأنصاري ده ضابط صغير، هو الوحيد اللي صدقني وفضل يتطقس على الحقيقة لحد ما خدت براءة. عارف يا رد، لو ما كانش سليم الأنصاري ده ظهر وساعدني كان زماني فين دلوقتي؟ فين؟ في السجن. ومن ساعتها كده يعني من وقت للتاني بدق له على التليفون اطمن عليه، بس ما كنتش عارف يعني ان هو اتنقل للعمرانية. لا ده لسه بنقوله رأي، مش انا قلت لك في اول كلامنا ان انت امك دعيالك باذنك يا رب هنطلع على الصبح وهتلاقيها مقضيه وهنرجع مجبورين الخاطر. وانت مالك انت نبعتك ولا بعد غيرك؟ انت من امتى بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انت اتحبلت ولا نسيت نفسك ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس من ساعه الحادثه ياه وانت ركنتنا على الرف انا وشعبان وتبعت الطقم التاني، فخفت بس تكون زعلان مننا ولا حاجه. انا ماليش في شغل النسوان ده وانت عارف كويس قوي. بقى روح امك ما اسمهاش زعلان منك، اسمها غضبان عليك. لا مؤاخذه يا باشا ما اقصدش. لما اغضب عليك يا سمير هتعرف وفي وقتها. وانا ما اقدرش اغضب سعادتك، امال ايه بس الحكايه؟ ولو ان الموضوع ما يخصكش بس انا احكي لك. سليمان عرام كلمني وقال لي ان الضابط اللي خرشمك بينخور ورانا. مش انت نقلته؟ صحيح، بس مبلغ كل زمايله ان لو ظهرتوا انتوا او العربيه يبلغوه. طب وسليمان عرف منين؟ سليمان عرام مسيطر في مكانه، مش خايب زيك. شفت سعادتك، كان عندي حق في حوار الضابط ده، ان احنا مش لازم نسيبه، لازم نجيب راسه الارض. تسخنيش يا سمير، وكفايه ان انا سايبك تسرح وراه العيل بتاعك ده، وقلت لنفسي ما يضرش خليهم يلعبوا. لا يا ريس، انا حاطط عيني عليه بس، لكن ما كنتش هعمل حاجه غير لما ارجع لسعادتك. كذاب يا سمير، شغل العيال ده توقفوا حالا دلوقتي قبل ما الراجل ياخد باله. يعني هنسيبه كده بعد اللي عمله معانا ده؟ قلت لك ما تسخنيش، بلاش لو. وبعدين انا مش مستنيك يعني عشان احط الراجل في دماغي. بجد يا باشا؟ والله انا كنت ناوي اكتفي بنقله، واوقف الله المؤمنين شر القتال. بس طالما هو مصمم يجر شكلنا يبقى هو اللي جناح على نفسه. يا مش غريبه يا طارق بان كل الحملات اللي نزلت تجيب تايسون ورجعت فاضي يكون فيها زناتي؟ وطبيعي يكون موجود. هو زناتي ده مش شغال امين شرطه عندنا؟ انا مش فاهم انت عايز ايه. وبعدين احنا عندنا كام امين شرطه في القسم اصلا؟ ده كلهم اتعدوا على صوابع الايد الواحده. العد غنمك يا جحا. مفيش بره تعبان؟ عيان؟ اجازه؟ بقول لك يا سليم، طلع بقى زناتي من دماغك. الراجل ده مضايقك في ايه؟ الراجل ده شغال معايا بقاله سنين ما شفتش منه حاجه وحشه. ده شكله كده جه عيط لك مش كده؟ جه عيط لي. خف على الراجل شويه، ما ينفعش تعامله المعامله الناشفه دي خصوصا قدام زمايله. الراجل برضه ليه وضعه. وضعه؟ انت مش في الاخر عايز تروح تجيب تايسون؟ انا معاك يا سيدي، شوف ايه طلباتك وانا هوافق لك عليها، بس ده مش معناه انك تعمل لي فورتونه في الاسم. انا مش عايز مشاكل يا اخي. خلصت ام السندوتشات كلها دي كان، وانا جعان يا معلم. عم تايسون صباحك فل يا عمنا. صباحك زي قفاك يا ليه كده بس يا كبير؟ لا لا، ولا قفاك ده وحش. يلا قفاك ده ولا قفا بنت اسمها ايه اللي اتفرجنا عليها امبارح؟ صافي نار. باخد بالك بقى من الواد زنيه، هتلاقيه راكن لك هنا ولا هنا بالليل. بس لو كلمك ابقى تعالى لي. تلاش عليا يا كبير. لف وشك حبيبي. صباح الفل يا عمنا. صباح الفل يا مرعي. عندنا طقم شاي براد على الملف كمان. وخد خد ايه، ما انت طفحت الاكل كله وتتغرف عليك وعلى امك. فرتكت الفراتيك يا بت، شقيه وتعب العمرانيه. اتفضلي يا حبيبتي الدواء. بالشفا يا حبيبتي. تسلم ايديك يا بنتي. والله ماما بقت حاجه تقرف، واحنا ما بقتش عارفه تمشي خطوتين على بعض. معلش يا بنتي، بكره تتعدي وتبقي في عصمة راجل ويعرف يدافع عنك. راجل مين يا ماما لا يعرف يقف قدام الصايع ده؟ وفي حد في الحته كلها بيعرف يفتح بقه معاه؟ والله مش عارفه الاقيها منه ولا من تامر ابن الحاج لطفي. حاجه تأثر العمر. ما انا قلت لك يا بنتي ده عينه منك. وبعدين دي الجوازه اللي هتريحك من الشقه اللي شفتيه من يوم ما اتولدتي. جوازه الندامه. اللي زي تامر دوت ما يتجوزنيش يا حبيبتي، ده ياخد مني اللي هو عاوزه ويرميني.
ويوم ما يفكر يتجوز يتجوز واحدة زيه. عارفة يا ماما؟ والله يا ماما أنا قربت أكره جسمي وشكلي من القرف اللي أنا بشوفه ده. استغفر الله يا بنتي، عيب ما تقوليش كده، حد يكره نعمة ربنا؟ ده أنت بسم الله ما شاء الله بدر منور. الهم والله يا حبيبتي. معلش يا بنتي، اصبري. وبعدين قولي لي، إيه اللي جابك بدر النهاردة من الشغل؟ عشان فرح منا بالليل. يا حبيبتي عقبالك يا بنتي. ربنا يخليكي ليا. بصي يا حبيبتي، أنا جبت لك الدواء اللي ناقص كله، وجبت لك حبة فاكهة وحطيتها لك في التلاجة، وهقوم دلوقتي أجهز لك الغدا وبعد كده هلبس وأنزل. لا لا مالكيش دعوة بيا، أنا ممكن آكل أي حاجة. خشي أنتي نامي لك الساعتين دول، ريحي نفسك يا بنتي، أنتي ما بترتاحيش خالص. حبيبتي أنا راحتي من راحتك. حبيبة قلبي يا بنتي. عارفين ده؟ أنا على قد ما خاب ظني في المخفي أبوكي، وعلى قد العذاب اللي شفته معاه لغاية ما اتطلقت منه وغرف دايق، بس بحمد ربنا وبشكره، بشكره علشان رزقني بيكي منه. عارفة لو الدنيا كلها اتحطت في كفة مش هتوزن غلبتك عندي يا بنتي. ربنا يفرحك، ربنا يفرحك زي ما فرحتي قلبي ومليتي علي الدنيا. ربنا يخليك لي يا سيد الكل. والعمل ايه دلوقتي يا ابن عمي؟ دي رجالة كانت جاهزة على التنفيذ. معلش هنستنى شوية، طالما تميم بيعني علينا كده. لا والله عملت فيها قطة يعني، امال فين؟ انا مش هسيبه ومش هسيب حقي، والجو بتاع السينما اللي انت قعدت تعمله لنا ده عم سمير. ومين قال يا ابني ان احنا هنسيبه؟ احنا هنستنى شوية، طالما الراجل حطه في دماغه هنشوف هيعمل معاه ايه، وبعد كده نخش نعمل نمرتنا ونكمل عليه. يا حلو انت يا ابني، انت جاي ما اضحك انت هنا في مستشفى مش في الحارة، ايه اللي جابك يا سي زفت انت بسيط؟ ايه اللي جابك هنا؟ المعلم لانك بقالك 3 ايام مختفي فقال يشقر عليك. لا يا سيدي، ولا تشقروا عليا ولا عايزك تهوى بناحية هنا خالص. المعلم بيقولك هتجيب الحاجة امتى ابراهيم؟ حاجة ايه؟ مفيش حاجة، انا ما عنديش حاجة. فاهم المعلم بتاعك ان ابراهيم ما عندوش حاجة ومش هديله حاجة، دي عهدة. كل اللي بيننا شوية دين وان شاء الله ربنا يسهله ويسددهم. ونعم بالله، بس قدم انت النية وهو هيديك الإمكانية. بس انت ما عندكش النية يا ابراهيم. لا اله الا الله، ما عنديش يا عم، ما عنديش. ابراهيم الحقني يا عم حسان. خير العيان اللي في العناية ده؟ انت اللي عايز تخش عناية يا عم حسان. خير ماله؟ العيان اللي في العناية هايج من كتر التعب وكان هيتقلب من على الترولي. الدكتور فرمش من جوه وبيقول لك ادي له حقنة مورفين 10 في الوريد بس بالراحة. طيب يا عم حسان حاضر، هروح اجيب كيس الدم، تعال بسرعة. على مهلك يا عم حسان وانت على السلم. يلا 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 من هنا انت يا معلم بتاعك. ما تزقش طه. يلا يلا دي مستشفى. يا ساتر يا رب على البلاوي، اللهم لا اعتراض على ابتلاءاتك يا رب. ابتلاء وترمى على اسمك. ادخل. صباح الفل يا معلم باشا. تعالى يا زناتي. بلغوني ساعتك عايزنا يا باشا. وانا اقدر استنى عنك؟ ربنا يبارك في عمر سعادتك. بقول لك يا زناتي، امورنا باشا. كان عندي مشوار عايز اعمله كده بس من غير دوشه. تحت امرك يا باشا. يعني زياره صغيره كده الحاج لطفي في بيته، بس مش عايز اروح بالبوكس عشان مش عايز قلق يعني في المنطقه. كنت عايز اجيب لي عربيه ميكروباص عاديه معاها سواق، هينفع؟ انا يا باشا هتبقى حصل. طب حلو قوي، معلش بقى اعطلك هتيجي معايا، اصل انا ما رحتش المنطقه دي كتير فمش دايس فيها، وانت ادرى برضه يعني. ينفع تيجي معايا؟ تحت امرك يا باشا. حبيبي ماشي يا زناتي، ربنا يحفظك. اجهز بقى وانا جاي وراك. انا يا باشا تأمرني بحاجه تانية يا باشا؟ شكرا. بعدين سعادتك يا باشا. متاكد يا ادم واسعد ان هو موجود جوه؟ عيب عليك يا محمود، انا مأمن عليه قبل ما اجيلك. وبعدين بقى عارف يا ادم انت مصحيني من بدري على ملا وش يا ادم، لو مش موجود جوه انا مش هاجي معاك تاني. ما صدقني هتلاقيني. اهو سليم باشا، صباح الرضا والسعاده على عيونك يا باشا. انا حمود السيطره سعادتك، مش فاكرني؟ حمود السيطره مين؟ محمود عبد من شيخ ناصر سعادتك. بتاع ايه انت؟ مين عايز ايه؟ قول لي. سعادتك من 5 سنين سعادتك وقفت معايا وجنبه وصدقتني، فاكر المشكله اللي ازيك يا محمود حبيبي؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. حبيبي حبيبي ربنا يبارك لك يا باشا. ان شاء الله عندنا مشكله بس يا مؤاخذه باشا، مسعد يعني كان عنده بضاعه. بضاعه ايه؟ مخدرات؟ لا اعوذ بالله، مخدرات ايه؟ انا ربنا تاب علينا وبقينا ماشيين في السليم. سعادتك سعادتك انا الحمد لله ربنا تاب عليا والفضل يرجع لسعادتك. الحمد لله ربنا
رزقني فتح يعني ورشه ازاز. انجز يا محمود اخ، وده الكارت بتاعي اهو سعادتك، اي حد من طرفك او سعادتك انا خدامه. طب ايه المشكله؟ عايز مساعد يعني لا مؤاخذه يعني فرش. انت فرش ايه يا على الارض؟ شباشب بلاستيك. وايه تاني؟ ولعب اطفال. سعادتك في الحكومه كبست خدت منك البضاعه على الارض. عايزين سعادتك بقى تقسط لنا. عدى عليا بكره اخلص لك الليله دي. ماشي بكره ان شاء الله. حبيبي حبيبي يا باشا، ربنا يبارك لك. شفت يا واد قال لي بكره وحط ايده هنا. عاش حبيبي حبيبي وابن حبيبي كمان. بقول لك يا واد، عايز اي خدمه انا تحت امرك. اطلع لك رخصه؟ ايه بتعرف تسوق؟ بكره ان شاء الله. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود. يا عم حسان. حلو الاغنيه دي، علي يا ابني. مين اللي بيغني ده يا زنيتي؟ والله ما اعرف، سعادتك كلهم بقى شبه بعض، بس شكله كده ده الواد بتاع العون. العون؟ طب احنا قربنا المرض ولا لسه؟ لا يا باشا قربنا خلاص. تعالى كده الواد تايسون بقى ساكن قريب من هنا. ها سعادتك، بس انت عارف عيل لابس زي ده ما بيقعدش يعني، وسمعت من يومين كده ان عنده خالته في المنيا. خد هديك. وصل دي لابو اشرف، ما تاخرش عشان تيجي تاخد بقيه الحاجه اللي معايا. السلامه. هو اللي جاي ده شارع 6 مش كده؟ مظبوط سعادتك. ما تأخرش أنت ديك عشان عندنا حاجات كتير. لا بس هذا عفول يا باشا. استنى يا باشا، دي حتة لبش يا باشا. انت تايسون يالا؟ لا يا ولا تايسون. تعالى روح امي. اوعى عيلك دي. ايه هتقتلنا يا باشا؟ يلا يا معلم. حرام عليك حرام عليك، انت كده ضيعتني من غير نت كتير يا ابراهيم. انا حقي كده وصلني، مشكلتك انت بقى تحلها بمعرفتك. اذا كان على الفوارغ يوم ولا اتنين كده هبعتهم لك. احب على دماغك رجع لي الحاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. واسمع بقى يا ابراهيم، لو جبت سيرتي ولا سيره حد من صبياني هاذيك اذيه ما شافهاش مخلوق. وافتكر كده واعقل
انك لو اتحبست انت سايب مراتك وبناتك لوحدهم، والأذية ليها ألف باب يا إبراهيم. يلا من غير سلام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا إبراهيم عملت إيه؟ أبوس على إيدك يا دكتور. إديني فرصة لحد بكرة وأنا أرجع الحاجة. أنت كده عايز تشركني معاك في المصيبة دي يا إبراهيم؟ أنا عشان بحبك إديتك فرصة ترجع الحاجة. لكن أنا كده مضطر أبلغ البوليس وهم يتصرفوا. وريا قدامي افتح يا ابني ترمي هنا تعال شوف صاحبك وحش المنطقه وقت له ميه سريع نشف من الخضه يا باشا هلبسها بس عشان بردان تعال في حضن لحمك وانا دفيك خد بالك منه ها يا باشا والله العظيم انا ما خدت حاجه اكيد الواد زلط لما انا دخلت للمريض رجع سرق الحاجه من الدولاب بقول لك ايه يا ابني الكلام ده تقوله بكره في النيابه نيابه ليه بس يا باشا ده انا مظلوم وغلبان والله يا باشا انا مراتي وعيالي واختي ما لهمش حد في الدنيا دي غيري بطل شغل مسكنت النسوان ده مش هياكل معايا ولازمتها يا باشا الكلام ده بقى ونسوان والحاجات دي يا باشا لو مؤاخذه يعني انت بتسخر من ظروف الاجتماعيه خده يا ابني ارميه في الحجز لحد ما تشوف هنعمل فيه ايه يا لهوي يا ابراهيم رحت في داهية يا اخويا وحدي الله يا حاجه مش كده مش كده لا اله الا الله قول ازاي يا حسين ازاي ابراهيم راح في داهية مش هينفع كده يا ستي انا جيت ابلغك علشان تشوفي له محامي كويس القضيه تقيله ووضع ابراهيم وحش هو فين دلوقتي يا حسين هو بيت في القسم وبكره هيتعرض على النيابه عشان كده بقول لك لازم تشوفي له محامي كويس واجيبه منين المحامي ده انا لا بروح ولا باجي هو اسم الله عليه اللي كان شايل الهم كله اجيبك منين يا ابراهيم تغتني اجيبك منين وانت عايز اللي يغيتك يا اخويا ماما قولي لي ايه رايك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عقبالك يا حبيبتي عقبالي ايه لسه بدري قوي عليا مش ضايق شويه ولا حاجه لا لا ده مظبوط عليكي بالشعر ربنا يحميكي يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب بالحق ما عرفتيش باللي حصل ايه اللي حصل مش الحكومه جت خدت الواد حماده تايسون وبيقولوا الضابط جره في الشارع زي الباقي احسن والله ده ضابط جدع انا مش عارفه الحته هتنضف امتى اصلا بقول لك ايه انا هنزل انا بقى عشان اتاخرت الله لسه بدري يا بنتي بدري من عمرك يا ماما ده الطريق هياخد له معايا يجي ساعتين بالميت خلاص يا حبيبتي خدي بالك من نفسك وما تتاخريش حاضر هاخد بالي من نفسي لكن ما تاخريش ديت صعبه عليا شويه ده فرح يا ماما ما مش ضروري تقعدي لاخر الفرح حبيبتي دي منى صاحبتي وما ينفعش امشي من نص الفرح وبعدين بقى انا قلت لك تعالي معايا وانت اللي ما رضيتيش بنتي عارفه ان انا رجلي وجعاني يا بنتي وما بخرجش بقول لك ايه المهم قوي 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 انك تخرجي من الفرح ده بعريس عريس يا ست انت عريس بدل الموكوس اللي ربنا خلصنا منه هو انا رايحه البته جميله ولا رايحه عشان اشقط لي عريس الاثنين يا حبيبتي وبعدين ايه اشقطي دي مش حاسبه على كلامك خلاص يا حاجه احنا اسفين انا همشي انا بقى عشان اتاخرت يلا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله بالسلامه خلي بالك من نفسك حاضر الله ينور عليك يا سليم ضربه معلم صحيح بس بصراحة أنا مش موافق على حركات رامبو اللي أنت عملتها دي يا باشا كان لازم أعمل كده لما كنتش عملت كده الواد ده ما كانش جه لا 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 لا
دي اخر مره هسمح لك تطلع مأمورية لوحدك. المره دي جت سليمه، الله اعلم المرات اللي جايه يحصل فيها ايه. سيب على الله ربك يسترها يا سيدي. ونعم بالله، انا بس مش قادر افهم انت ما خدتش قوه معاك ليه؟ على الاقل رتب معزنات اللي طلع معاك ده. لا معزنات عامل معايا الواجب، انا من غيره ما كنتش عارف اعمل حاجه برضه. شرير انت برضه يا سليم. هتعمل ايه مع الواد دلوقتي؟ مفيش، هنرميه بقى في الحجز لحد ما يطرق على النيابه ومعاه الحرز بتاعه. طب كويس، انا بس عايزك تكتب محضر ما يخرش الميه. الواد ده فلوسه كتير، يقدر يقوم لك بدل المحامي 10. مش عايزين محامي سكه من اللي معاه دول يطلع لك اي ثغره في المحضر وتعبك يروح بلاش. لا ما تقلقش يا باشا، هظبط لك ظبطه حلوه. تمام، ربنا يوفقك. طيب الحق معاد انا بقى. على فين ساعات؟ الله، انت لحقت تنسى ولا يا سليم؟ مش قال لك فرح اخويا بكره لازم اسافر البلد؟ بعدين ما تقلقش، انا اتصلت مع الباشا المأمور انك هتبقى مكانه لغايه ما ارجع. ها؟ معلش يا سليم بتقل عليك. لا يا باشا خالص. وبعدين يعني يا مصر وقفت عليا. لا سيب بصل عليا. اهم حاجه دلوقتي اخو سعادتك يرفع راس الدخل. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. اه بقول لك ايه؟ الدولاب ده فيه البطانيه بتاعتي الشخصيه، ها؟ لو احتجت تغطى بيها الاسم بيبقى برد بالليل. الثلاجه دي فيها عصاير، فاكهه، اكل، عيش حياتك. تمام ما تقلقش، واغسل رجلي واشرب اللبن قبل ما انام. سلام يا باشا. سلام يا سليم. الف مبروك يا باشا. يا جدع ما تبقاش حمار امال، قلت لك عليها الطلاق خدني على مشامه ما لحقتش اكلمك. والعمل؟ العمل عمل ربنا. انا قلت اعدي عليك اشوفك محتاج حاجه كده قبل ما اروح. محتاج منك ايه يابا؟ انا مليش في الحبسه دي يا زناتي. انا لازم اطلع من هنا. ربنا يسهل. ولازم اخد حقي من ابن ليرما ده. ومن سمعك. بس اهدى انت كده وروق وخد بالك من نفسك. تبات نار تصبح رماد ليها رب يعدلها. على حق يابا. السلامة وحش. اخفى عليك يا سيدي. يعني الواد ده دلوقتي لو كان ضربك بالنار بجد كنا احنا هنتصرف ازاي؟ انا تمام يا حبيبتي ما تخافيش، ما فيهاش حاجة، انا زي الفل. لا صوتي تمام، عايز انام بس والله ما فيش حاجة. انت تمام؟ امك تمام؟ ماشي، خلي بالكم من نفسكم. لا اله الا الله. سلام. متأخر كده يا بطة؟ ابعد عني يا تامر، مش ناقصك على المسا يا بنتي. انا الحق عليا اني اطمن عليكي؟ خليك في حالك. ماشي يا ستي، خليني في حالي. اركبي بقى عشان اوصلك. شكرا يا بنتي. بلاش جنان، انت شايفه الجو عامل ازاي؟ وبعدين المنطقه بتاعتنا مليانه عيال شمال، وانا اللي هقول لك حد يتعرض لك كده ولا كده؟ وبص هتبقى من نايبه. تعالي بقى وانت صاروخ كده باللي انت لابساه ده. والله وانت بقى ان شاء الله لا تحافظ عليا من عيال الشمال. كنت حاسس عليا من نفسك الاول، ولما انت بروحي وجاي بتسقم عليا. اعمل ايه يا بت؟ بالاخر انا هموت عليكي. بت اما بت بقول لك ايه؟ خد العربيه اللي امك جايبها لك يمشي من هنا، وده الوعيد الشجاعات اللي خلى المأسور يتفرج. عليا النعمه، مبروك بطلعك الحامي ده، عارفه؟ خربشتك دي ممكن تخلينا نعمل احلى شغل مع بعض. ده ليه الادب وحيوان؟ خويا انا ده بس لما اقول لك.